السلام عليكم ورحمة الله. لنرى مصير ابن العلقمي بعد خيانته للمسلمين لصالح التتار، وكان سببا بسقوط بغداد. فبعد مقتل الخليفة اتجه فريق من أشقياء التتار لعمل إجرامي بشع، وهو تدمير مكتبة بغداد العظيمة، وهي أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذلك الزمان، وهي الدار التي كانت تحوي عصارة فكر المسلمين في أكثر من 600 عام، وجمعت ذلك كل العلوم والآداب والفنون. ولقد ألقى التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة، حتى تحول لون مياه دجلة إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب، حتى قيل إن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى. وأصدر هولاكو قراراً بأن يعين العلقمي حاكماً من قبل التتار على بغداد مكافأة له على خيانته. لنرى نظرة على هذه المكافأة. ولكن كان هذا المنصب مرتبط على أن توضع عليه وصاية تترية، ولم يكن العلقمي إلا صورة للحاكم فقط، وكانت القيادة الفعلية للتتار بكل تأكيد. ولم يتوقف منصبه الجديد عند حد كونه حاكما صوريا، بل إن الأمر تزايد بعد ذلك ووصل إلى الإهانة المباشرة للحاكم الجديد العلقمي. ولم تكن الإهانة تأتي من قبل هولاكو، بل كانت تأتي من صغار الجند في الجيش التتري، وذلك لتحطيم نفسيته فلا يشعر بقوته ويظل تابعا للتتار. وبعض الروايات قالت بأنه قتل بأمر من هولاكو بعد تدمير بغداد، فلم يستمتع بحكم ولا ملك ولا خيانة، وليكون عبرة بعد ذلك لكل خائن في هذا الزمان.